بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا رشدنا وثبت أقدامنا فيما تحب وترضى، أمين يا سيدنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. الآن إن شاء الله تعالى نوفق في اطلاعنا على سر من أسرار آية كريمة وهي الرقم 4 من سورة الحديد، فيها تفاعل بين الخلق والعلم، وسنرى كذلك في سورة سبأ آية 2 جزء من آية اللي ذكرناها هي الرابعة من سورة الحديد. هذا شيء في القرآن العظيم ما تلقاش في أي كتاب من كتب العالم، مستحيل. أش يقول ربي في الآية دي؟ الآية الرابعة من سورة الحديد: هو الذي، هو الذي. هنا برك تقف تقول هو من وكيف هي الذي، بماذا يتميز هو هذا؟ هو الذي يعرف بالذي، أو شيء عظيم. راكم كلش متعين كيما نحن تدعون الإسلام وأنتم جاهلين، هذه أمور كهذه العاقل لا يجل منها شيء بحول الله. كما نقولوا في الله شك، هنا في علم الله وفي خلق الله شك. أخي ماكش مخلوقين، لا أنتم خالقين أنفسكم. كيفاش أنت تو ماكش مخلوق من لدن الله وخالق نفسك؟ نفسك قبل ما تكون موجودة أنت خلقتها، أنت فين وقتها؟ أنت فين؟ إذن من التكليخ وزمة التلاعب على الكلمات، ونعرف القرآن جاء حروف، جاء أفعال، جاء أسماء، جاء جمل، جاء آيات، جاء جاء جاء. ما نجموش نعرف بالضبط كيف جاء، نعرف نزل على أطهر قلب وهو قلب سيدنا محمد عليه السلام، وكان الواسطة بين الرحمن وسيد الأنام عليه السلام، هو أمين الوحي ذو قوة المتين، هذا ما نعرفوه. أما أشياء أخرى لا ندعي معرفة فيها إلا أن يشاء الله. نعود إن شاء الله تعالى.